فترة تحية لكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، لسه متواصلين معاكم من خلال محطاتنا المختلفة. الرياضة في السودان عموما، في كثير من الرياضات اللي بتلقى شعبية وبتلقى رواج وبتلقى شوية اهتمام، وفي رياضات تانية رغم شعبيتها ورغم أن الناس بتحبها، لكن للأسف الشديد ما بتلقى لا اهتمام ولا رعاية. وفي رياضات تانية لأنه لا في اهتمام ولا في رعاية ما بتلقى طريقة أنه حتى تصل للناس عشان ما أنهم يختاروا إذا يحبوها ولا لا. المثلث ده موجود في السودان لعديد الرياضيات. طيب خلونا نتكلم اليوم عن واحدة من الرياضات الجميلة جدا جدا واللي كثير من الناس بيحبوها وكثير من الأطفال بيتمنوا أنه يمارسوها، لأنه فيها يعني نقدر نقول بتلبي حاجات الطفل خصوصا المراهقين في أنه يكون شخصيته، يدافع عن نفسه، أنه يحس بنفسه بطل. نعم نعم. واللي هي رياضات الفنون القتالية أو الدفاع عن النفس. نعم، ممكن يعني الكاراتيه واحدة من الرياضات اللي هي بيكون فيها فن القتال، يعني القتال ذاته بفن وبتهذيب وبمبدأ، ويمكن حتى مبادئ صارمة جدا بتتمكن في الكاراتيه تحديدا. وكثير من الأساليب اللي هي ممكن تكون بتمثل كل لاعب كاراتيه بتعلم من خلالها التربية وكيف أنه يدافع عن نفسه بطريقة معينة، ويمكن لاستخدام الأيادي والمرافق واستخدامات معينة. وزي ما ذكر وائل، الأطفال هم أكثر حب للرياض وأكثر اهتمام، ويمكن أن احنا بنشوف الحاجة دي تحديدا في المدارس النشاطات، ويمكن الأطفال من الفئتين بنات وأولاد بيكونوا حابين جدا أنهم هم ينضموا ويتدربوا على الرياض أو رياضة الكاراتيه تحديدا. هنتناقش في كثير من تفاصيل الاهتمام بها، وفي السودان عندنا شنو، وفي اليابان أصحاب الرياضة وأصحاب الشيء زي ما بقولوا عندهم شنو. كثير من التطورات هي مصاحبة للكاراتيه مع الدكتور أزهري بشير. مرحب بك معنا، وأكيد أنت عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الحكم الأسبق وكمان رئيس منظمة السودان وشرق ووسط أفريقيا للكاراتيه. مرحب بك. أهلا وسهلا، ومساءكم جديد وجميل، وأنا سعيد يعني بحضوري ووجودي معكم إن شاء الله. مرحبا بهذه السياحة، إن شاء الله نكون خفيفين عليكم يعني إن شاء الله. طيب دكتور، أنا داير أميز الكاراتين وميشي، هل هي من رياضات الدفاع عن النفس ولا هي من رياضات فنون القتالية؟ هي الكاراتين وميشي هي اسمها فن من فنون الدفاع عن النفس، وفي القديم كانت تسمى زي ما ذكرت هي تسموها الفنون الحربية أو القتال. نعم. كلمة القتال دي أصبحت بعد عام 1917 عندما دخلت الكاراتيه في الرياضة سحبت كلمة القتال أو الفنون الحربية، لأنه كانوا يمارسونها الإمبراطور الياباني، وكان يأتي ليأخذ الجباية من بعض القرى والمناطق، فوجدوا هناك معارضة شديدة وقوة خفية جديدة أو قوة بتاعت مجموعة بسيطة، لكن استطاعوا أن يقضوا على قوات الشرطة التي تأخذ الجباية بالقوة. فبدأت هذه الكاراتيه مقاومة للتحرر أو كحركة من حركات التحرر أو كسلاح جديد، واستطاعوا فعلا أن يقضوا على الحكومة أو حرس الإمبراطور أو الجيش الإمبراطور. ثم بعد ذلك اكتشف الإمبراطور أن هذه اللعبة الشخص الواحد ممكن أن يقضي على 10 أو 5 أو 7 كده، فبدأ بعد ذلك يهتموا بهذا المنشط وأدخلوها في المدارس وكذا وكذا، وعملوا لها دراسات، اليابانيين عملوا لها دراسات علمية. ثم جاء بعد ذلك فنكوشي جيشن، هو ياباني وهو أستاذ جامعي في علم الفلسفة والتربية وعلم النفس التربوي، فهو بدأ هذا المنشط وعمل لها قواعد وأسس وضوابط لكي تكون دفاع عن النفس دون إبداء نية تجاه الخصم، فقط تدفع الشر من نفسك، وبعد ذلك يعني إذا جاك واحد بسكين تجدع منه السكين برا وتديه زي ما يقولوا حاجة كده خفيفة وتسيبه تمشي. نعم. يعني ما تأذيه يعني بأنك تدفع الشر فقط، هذه الفلسفة الجديدة أو الحديثة، لكن هي أصلا في الأصل كانت قتال ضد الإمبراطوريات أو ضد يعني دفاع عن النفس، عن الشرف والمال والوطن. ثم بعد ذلك جاءت الأهداف الثانية اللي هي أصبحت رياضة بدنية، رياضة ثم لكنها في الأصل كانت عبادة، كان الراهب في الغابة كان يتعبد، وفي أثناء حركات الحيوانات، هذا الاكتشاف في أثناء حركات الحيوانات أصبح البوزة يتعلم حركة الكرد ويعمل معه يحاول يقلد نفس الحركات، فوجد نفسه بعد فترة لقى نفسه جسمه بقى قوي
بعدين بيجي يقعد قاعده طويله في السجاده زي ما يقول السجاده في الدعاء وفي الحركه بتاعه العباده، بيجي يقعد بدل ساعه بيجي يقعد 3-4 ساعات، وفي اثناء الحركات مع الحيوانات وكذا وكذا وكذا، فهناك الحيران برضو يشتغلوا معاه بنفس الطريقه، فاصبحت فيها سمفونيه يعني حركات فيها نوع من التنظيم وكذا. فالحيران بيتوقع انه الشيخ بتاعهم ده قاعد يعمل حاجه بتاعت عباده تعبد، فبداوا يقلدوه في نفس الحركات، فانسابت هذه المساله بطريقه عفويه، اصبح الحيران والشيخ والجماعه كلهم اقوياء وقوه الشكيمه، وبيقوا يقعدوا فترات طويله للعباده. فبدات هذه المرحله، بعد ذاك استطاع فنكوشي جيشن ده يكتشف المسائل دي والقوه دي، وعمل لها ترتيب من جانب علمي وساكيولوجي واكيولوجي يعني عضوي، بدا يعمل لها ترتيب تنظيم وقوانين. متى دي؟ 1917 جاءت سموها الكاراتيه الحديثه، مؤسسه فنكوشي جيشن، هو استاذ تربيه في وزاره التربيه اليابانيه، وظهر بعد ذلك باول مجموعه من 15 لاعب عمل بهم عرض في جامعه نوتيو او جامعه طوكيو اليابانيه. وبعد ذلك بدات البزوخ بشكل رياضي بشكل سلس، وفيها ابداع وفيها فن، ولكن طبعا بتشوف لاعب الكاراتيه ظريف كده وهناي، لكن طبعا لما ينطفت حتكون حاجه عجيبه وائل. نعم. يمكن يعني من الطبيعه ومن الممارسات الطبيعيه ومن الحيوانات ومن الغابه. نعم. تطور وتمرحل الى الجامعات والى العروض وهكذا. نعم. يعني العالم. نعم. هو مرحل نفسه وطوره، لكن للاسف احنا في السودان بنمشي خطوات للخلف، يمكن مباشره لحل كثير من المجالس يمكن وكثير من الاتحادات في السودان. السبب شنو؟ والله انا يعني اشيد اول حاجه واحيي السيد الوزير يوسف الضي على هذه الخطوه المباركه. انا هي خطوه يعني مباركه يعني انصارها طبعا، وائل عارف انا مرارتي شديده في الحكايه دي، قلتها قبل كده، انه عندنا 50 يا جماعه 50 اتحاد رياضي في السودان، ومن ال 50 اتحاد فيها 33 اتحاد اولمبي، يعني بمعنى ان احنا في الاولمبيات ماكسيمم المفروض الاولمبيات نشارك ب 15 20 منشط، وبواحد بس من كل اتحاد صار 30 30 لاعب، ده اذا زي ما قلت اسوء الفروق. فلكن للاسف يا جماعه يعني احنا قاعدين نكي ونكورك ونعمل ونكتف في الاعلام وفي السوشيال ميديا كده، لكن انا احيي الوزير يوسف على هذا القرار الشجاع. هي كانت كثره يعني كثره بدون فائده، رغم انه هو السودان بلد متوسع وكبير جدا، اذا كان العدد هو بيخدم تقريبا كان مفترض انه يكون بالعدد ده. هو والله الحقيقه انا اقول لك هي عمليه ايجابيه عدد الاتحادات، لكن المساله هي في العمليه بتاعت الانشاء ما وافقت النظام القانوني بتاع اللعبه نفسها، الالعاب نفسها في نظام اساسي لها. للاسف لو وجدت كم 50 وكم 30 اتحاد دي، الانظمه بتاعتها النظام الاساسي بتاعها ما موافق مع النظام الدولي بتاع المنشط نفسه، فبالتالي بيكون في ثغرات وبالتالي بيكون في نوع من الاخطاء. والشيء الثاني انه الوزاره او المفوضيات الموجوده، وانا اتمنى من السيد الوزير ان يعمل قرار بانه تكون المفوضيه تطرح بوظائف المفوضيه، تكون فيها لجنه تدخل في لجنه الاختيار، حتى يجي المفوض بشكل كفاءه بمختص قانونيا. وفي القانون يا جماعه في حاجه بسموها قانون الرياضه، يعني انا ما بجيب لي زول قاضي او زول في قانون جنائي يبقى لي في المفوضيه، لانه زمان احنا كنا وقت ذاك صغار يعني بنتابع في محمد الشيخ مدني نطراه بالخير، كان هو يعني القوانين الرياضة في وزارة الشباب والرياضة كان في موظف مختص بقوانين الرياضة دي، كانت تسموها المفوضية، كان هو بسموه المفوض، ده كان بيحل محل المفوض، بمعنى أنه كانت القضايا الرياضية تحل بشكل بمعرفة وشكل علمي وما في أي مشاكل كانت تحصل. لكن الآن في إشكالية في المفوضيات، يعني أديكم مثال أنه اتحاد الكاراتيه الآن القائم ده هو من 2010 منتخب رئيسه ونائبه الآن موجودين، حتى الآن من 2010 يا جماعة لحد الآن قاعد 11 سنة ومارس 3 دورات انتخابية متتالية 3 مرات، القانون بقول لك دورتين. نعم. تمشي بعد ذاك ممكن تيجي راجع، لكن دل 3 دورات متتالية، يعني يا جماعة ممكن الكنكشة دي للدرجة دي؟ يعني احنا حنلقى فرصة ثانية وين إذا وشبابنا الورانا دين ما حيلقوا مكان يقعدوا فيه يا أستاذ؟
فبالتالي عمليه التداول يا ريت لو هم بيقدموا يعني يا ريت لو هو اللي كان كشدي والجعاد ده وراه حاجه أيوة. يعني انا اقعد عشان انا بقدم أدفع. ادعم ايوه اطور لكن للاسف الشديد تلقى اللي هم قاعدين وما في حاجه يعني وهذا شايفين احنا بالزبط. تمثيلنا الاخير في بالزبط. اولمبياد طوكيو نعم. شكله كان كيف فدي بترجعنا بانه عمليه التداول السلمي للسلطه ما السلطه بس في الكرسي بتاع الحكم مع ناس اخواننا الجماعه او الجماعه الحكومة. ناس حمدوك يعني مثلا ما دارين نفس ناس حمدوك لكن انا في الاطار بتاع الضيق ده يجب انه اصل مرحله انه اترفع يعني انا في مثال اديك الاتحاد المصري للكاراتيه وأنا أحيي رئيس الاتحاد المصري محمد الدهراوي وهو أستاذنا في الكاراتيه أيضا واستفدنا منه كثير وكان الرئيس السابق السيد نصر هو لاعب كان معنا برضو شارك معنا في عدد من البطولات يعني شباب يعني شباب يعني شوف سيد نصر كان رئيس الاتحاد المصري السابق في الانتخابات قبل عام جاء نافس مع محمد الدهراوي محمد الدهراوي هذا درب سيد نصر كلاعب في المنتخب الآن سيد نصري بقى رئيس الاتحاد المصري لما جت تنافس بينه وبين أستاذ ومدرب وكان سابقا فتنازل سيد نصري للدهراوي للرئاسة لكن ليش بسبب قال أنه محمد الدهراوي البرنامج اللي قدمه أفضل من البرنامج اللي أنا قدمته نعم. إذا معناته التفضيل كان من ناحية علمية من ناحية منهجية من ناحية برامج مش عاطفية بس يعني أي مو عاطفية ولا عشان مدربه هنا كان في تنافس قوي جدا جدا لكن هو اقتنع بأنه البرامج ده أفضل منه فثقافة يعني فبالتالي لو لاحظنا أنه الآن يعني الاتحاد المصري أحرز أول بطولة ذهبية أو ميدالية ذهبية في أول في أولمبياد من سيدة من حيها هي كمان كانت يعني مجتهدة ومن الريف يعني فبالتالي يعني ده دي حاجة ظاهرة جديدة ونحن ممكن نستفيد من هذه المرحلة الجاية دي لأولمبياد القادمة بشكل سلس وشكل جيد إذا استفدنا من استغلينا هذه الفرص المتاحة وأنا أبشركم بأنه هناك الفرص جايانة كويسة كثيرة جاية وفي أمل كبير جدا جدا على أساس أنه نصل إن شاء الله وما تحبطوا إن شاء الله وخصوصا أنه نحن عندنا خامات يعني جدا نعم. في كل الألعاب يعني نعم. في كل الألعاب اللي نعم. ممكن يعني ننافس فيها عندنا خامات صحيح. لكن للأسف الشديد يعني نحن تدريب ما عندنا نعم. يعني تلقى واحد من لعبتنا لحد طوكيو ويغلط في حاجة يعني دي من أبجديات اللعبة ذاتها ومن أبجديات قوانين المنافسة ذات نفسها في الأولمبياد وهذه النقطة لولا ذكاء وحنكة السيد أنا بحاول السيد الوزير ده الليلة يعني لأنه لولا حنكته لكان نحن لكان عوقبنا بإيقاف أو يعني إبعاد الكاراتيه أو أقصد الاتحاد السوداني أو اللجنة الأولمبية أو نبعد من الأولمبياد نهائيا بهذا التصرف اللي قلته تصرف ما كان مسؤول تصرف ما كان له أي ضرورة يعني لكن السيد الوزير نحيي استطاع بذكائه ووجه باعتذار وبرر أنه في سبب من الأسباب وقبلتها رئاسة اللجنة المنظمة والحمد لله يعني خرجنا من المسألة دي ولقينا ثاني أمل جديد إن شاء الله ونحن متوقعين تصحيح أكثر وأكثر في المرحلة الجاية والقادم سيكون أحلى إن شاء الله ونحن متفائلين يعني لأنه نحن قرايتنا للمستقبل بطريقة واضحة وبطريقة فيها نوع من التفاؤل فيها من نوع من الأمل ومتوقعين أنه في جيل من الأجيال الجاية أنا عندي مجموعة كبيرة جدا جدا مؤهلة ومتعلمة ومتابعة لكل اللي بيحصل في العالم الآن في مجموعة شغالة تمارين بتعمل الشريط بتاع المنافسة بتاعت الأولمبياد بتدقق اللاعب ده ليه عمل كده ودي كده ودي ظاهرة أنا أفتكر يعني سليمة جدا وبشر لخير إن شاء الله نعم يمكن توفر البيئة وتوفر الخامة زي ما ذكر وائل مع البيئة ومع المساحات الكبيرة جدا ومع الطاقات أصلا في الأطفال وحتى في الشباب في السودان مفترض أن نحن يكون عندنا كثير يعني من الأبطال المؤهلين تماما للمنافسات الخارجية كمان انفتاح العالم وزي ما أنت ذكرت هم بيكونوا متابعين ومواكبين وعارفين كل الجديد كل شخص بيكون عنده رغبة لكن برضو بنشوف أنه ما في وضوح أو ما في يعني ظاهرية للمنتخب أو حتى للشخص اللي هو مفترض يكون ممثل يعني للكاراتيه عالميا ما بيكون ظاهر في المشهد إطلاقا هل الحاجة دي عدم اهتمام من المجتمع باللعبة في نفسها ولا عدم اهتمام من الاتحاد بأنه هو يبرز المنافسين للخروج عموما في المجتمع وتشجيعهم فيما بعد وكلامك ده كله صحيح لكن أنا بقول أنه يعني نحن قبل يومين أو ثلاثة يوم وجدنا بشائر طيبة من زملائنا في الاتحاد الياباني وأكيد إن شاء الله في المرحلة الجاية عندنا في منحة جاية من اليابان بخبيرين ونحن ركزنا الخبيرين اللي يشتغلوا على الناشئين والبراعم
الفئات العمرية من 8 سنة إلى عمر 15 سنة، دي حيركزوا معهم لمدة سنتين في المرحلة القادمة، ودي طبعا بشائر طيبة جدا ومجانا، جايين فلانتير متطوعين للمسألة دي وتماما. وناقشت أخواننا في الوزارة بأنه يوفروا بعض الأشياء، فكان ما في أي إشكالية في المسألة دي. والحاجة الثانية أنه نحن في المرحلة الجاية لازم نبني بناء صحيح، ونستفيد من الأخطاء الفاتت، نستفيد من التجارب بتاعت الدول اللي وصلت في المرحلة الجاية. وأي حاجة لو ما فيها تخطيط وما فيها دراسات وما فيها برامج، أنا أفتكر ما يمكن نحزو حزو الآخرين. الحاجة الثانية اللي الأسر الآن عندنا شغل، نحن في الفترة الفاتت رغم كان في إشكالية في الاتحاد الرياضي، لكن بدأت الآن بعد هذا القرار نحن مبسوطين، والأسر نفسهم متفاعلين معنا. يعني أنا أديك مثال، عندنا بعض المدارس أو بعض الأندية، يعني أنا قبل أسبوع عملنا امتحانات في نادي المهندسين، فأكثر من 125 لاعب من الأطفال من عمر 5 سنة إلى عمر 12 سنة كان أجرينا الامتحانات، فكانوا الأسر يعني متابعين مع أولادهم. وتلمست أنه وأيضا مشيت مدني برضو، عملنا برضو بطولة برضو من عمار 8 سنة إلى عمر 16 سنة، فكان تجد أنه الأسرة متابعة للطفل من الحزام الأبيض لحد ما وصل الحزام الأخضر، يعني على مدار 3 سنة الطالب ده متابعة معه أمه. وكم حزام يا دكتور؟ 7، الحزام الأبيض طبعا مبتدئ، بعديه بيجي الأصفر والبرتغالي والأخضر والأزرق والبني، في النهاية بيجي الفينيشنج الأسود. والألوان دي هي ألوان الطيف، الأسود ليه؟ لأنه الأسود هو السكون وهو الهدوء، الأبيض طبعا هو في السلام والبداية. إما بتجي الأحزمة اللي هي أكثر خصوبة وقوة وفيها هنا هي الحزام الأخضر والأزرق، يعني الأخضر ده بكون اللاعب فيه وصل مرحلة بتاعت انتعاش ومرحلة بتاعت يعني عاوز يعني سموها المراهقة، عاوز يصل. وعندنا المرحلتين من الأبيض إلى البني بنسميها الكيو، الكيو هي مرحلة الصبي، الصبي أنا يعني بنأسس فيها. يعني احنا بعد ده دكتور ما عندنا طريقة للكاراتيه ولا لا؟ انت بتخش في المرحلة بتاعت النضج، يعني جايك ما بنخليك لسه جايك، لانه عندنا حسة في النوميشي او الكاراتيه التقليدية المنافسة فيها فوق 40 سنة ممكن تنافس، يعني بعد ممكن ناخذ حزام. طبعا طبعا، يعني انا من الحاجات اللي انا ربنا حباني بها ومنحني بها، كنت حاطلع من المولد بدون حمص بعد عمرنا الطويل في الكاراتيه، لكن بعد وصلنا سن 40 سنة شاركت في بطولة العالم في النرويج 2007 وحققت الميدالية البرونزية، يعني لقيت فرصة خشيت يعني في التاريخ زي ما يقولوا. لكن أنا حزين لأنه في مجموعة كبيرة من زملائنا وفي الألعاب الأخرى ما وجدوا الفرصة دي، صحيح. فبالتالي إشكالية كبيرة جدا جدا للأجيال القادمة. نحن لازم حس أن نحن شغالين الكلام ده كله محروق، ليه؟ لأنه ما دارين التجربة اللي نحن وصلناها والألم اللي عشناه ما دارين يعيشوا أبنائنا. لأنه تعرف اللاعب لما يلعب ويشوف في التلفزيون بطل وميداليات والحاجات اللي انت شايفها دي، بحس بأنه يعني هنا هو محبط، يعني بلقى نفسه حكاية خطيرة جدا. وانت عارف الطفل لما يخش في مسألة نفسية دي حتستمر معه فترة طويلة وقد تؤثر في حياته. طيب الفائدة النفسية من الكاراتين ومينشي يا دكتور؟ الفائدة النفسية أنه انت بتمارس النشاط وتخوض بطولات، ونحن حاسة في أنه مينشي كل سنتين بنشارك في بطولة عالم على مستوى من عمر 8 سنة. وأنا شخصيا الاستراتيجية بتاعتي بشتغل في كل بطولة لازم يكون عندي 6 أطفال. السنة اللي فاتت 2020 في نوفمبر 2020 شاركنا ب 13 لاعب منهم 6 أطفال. نحن متوقعين في بطولة العالم الجاية في روسيا 22 نشارك بحوالي 9 أطفال من عمر 8 إلى عمر 12 سنة، وهكذا دي الدراسة الماشية. وحققنا كيف؟ حققنا نتائج ممتازة جدا، يعني أنا عندي لاعب في الفئة بتاعت الناشئين عمل الترتيب الرابع، يعني جلب شوية في النوشي عندنا بس 3 ميداليات، جلب شوية. وهو نفس اللاعب في الرياضي كان عمل الفضية في البطولة العربية في القاهرة، وهو من أولاد السنار، نحيي اسمه عبد الله إسحاق، والحمد لله جاء كان هنا كان ضيف معاكم هنا بعد ما جاء من البطولة العربية. ففي خامات، يعني شوف ده من السنار، وعندي واحد من النيل الأبيض، وعندنا واحد من مدني، وعندنا واحد من النيل الأبيض، خامات ممتازة جدا جدا. فلذلك هي رغبة، يعني الرغبة دي هي اللي بتخلي أيوة ناس، يعني شباب أنت لو حس بهم كده، يعني يعني إحنا مرات بنصل لمرحلة بتاعت يعني حزن وفي نفس الوقت فرح، لأنه عندك لاعب داري يحقق طموح. والحزن بيجيك ليه؟ لأنه ما بتقدر توصله للمرحلة الهدائية لأنه في سدود أو في عقبات. فبالتالي أنا من هذا المنبر يعني وصي أولياء الأمور أنه يساعدوا. وأقول لك حاجة المبشرة، أنه
الرياضة دي ما محتاجة لإمكانيات مالية كبيرة بيقولوا عنها. نعم. لأنه أنا عن أي ميدان في أي عن تجربة أنا أطفال 2015 مشينا هوكايدو اليابانية، 6 من الأطفال كل ولي أمر دفع 29 مليون جنيه في 2015 من حر ماله، لقينا حجزنا لهم الفندق، المندوبة بتاعت الفندق جات استلمت الأطفال ده من المطار لأنه أطفال، وعاملين لهم وجبات بطريقة خاصة. يعني اهتمام ياباني كان بشكل فظيع. ومن من 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 طوكيو لجزيرة هوكايدو على مسافة 24 ساعة بالباخرة أو يوم كامل، فهيئوا لهم في داخل الباخرة غرف لكل واحد غرفته، عاملين له ألعاب، عاملين له يعني شغل أنت بتحس بأنه فيه يعني الإنسان ده بغير في تغيير وأضيف لك الكلام أنه الأطفال اللي مشينا بهم هوكايدو ومشينا منطقة في طوكيو اسمها أكهابرا. أكهابرا دي منطقة إلكترونية، يعني أنت في الشارع تلقى الشاشات الإلكترونية دي شغالة توشيبا، حاجة فيها انبهار. الأطفال ده حاجة جميلة ما منبهرين. حتى في العالم في الصالة الدولية كان في أكثر من 57 دولة مشاركين، في أطفال من النرويج، في أطفال من فرنسا، في أطفال كانوا الأطفال الخواجات ده اللي يجوا يتلمبوا حول الأولاد السودانيين، لأنه كانوا السودانيين منسجمين لابسين لبس محترم وزي، وتحدثوا أقل واحد يتحدث لغتين فرنسية والإنجليزية جانب العربي. وأطفال من مدارس الغبص، وحي حيدر القاضي مدرسة الغبص وقف معنا وقفة طويلة، وحي الكابتن الشيخ إدريس. فلذلك عندنا خامات وعندنا أسر يعني مهتمة اهتمام شديد، وقادر أنه الطفل ده طالما ماشي اليابان. وعندنا في إسبانيا 2010 مشينا مايوركا بأولاد من مركز شباب السجانة بنادي السجانة، في أول بطولة دولية للأندية في السودان يشاركوا فيها نادي شباب السجانة، 3 أطفال صغار من عمر 15-12 سنة عملوا إعجاز. يعني الطفل ده عمره 12 سنة، والده كان رئيس القضاء الله يرحمه أحمد يحيى ده، أنا كنت في البطولة دي كان حكم، كنت لأول مرة يعني يكون حكم في أوروبا يشارك في البطولة، فكنت جالس في الهناية، فاللجنة الحكم موقف الهناية استدعوني، طبعا إشارة بتاعت الاستدعاء استدعوني برا رئيس اللجنة المنظمة، فجاني قال لي تعال. مشيت برا كده لقيت الود يبكي، ما لك يا ود بتبكي؟ قال لي يا أخي أبو يخلوني نلعب. ليه؟ قال لي أنا الود ده بدقه، بنفس العبارة دي، قال لي الود ده أنا بدقه ما بخلي. قلت لي ما لك ورينا حصل شنو؟ قال لي أبو يخلوني رئيس اللجنة. قال لي يا أخي الود عمره متوافق وأي حاجة، لكن الحجم بتاعه ما مناسب مع الحجم بتاع اللاعب الألماني، لاعب ألماني ما متناسب معه. فأنا قلت لهم خلاص اللاعب ده طالما عنده إصرار، وهنا عنه أنا بكتب إقرار باسمه شخصي بأنه هو يتحمل إذا كان في أذى نحن بنتحمله. وبالفعل كتبت الإقرار ده، اللاعب لعب ودق الألباني ده دق صح والله. رئيس الاتحاد الدولي بنفسه جاري للولد ده وباسه في راسه. يا سلام. فشوف دي حاجات قيم يعني احنا قاعدين نبرزها في الخارج. فدي يعني شوف الولد ده هسه الان هو خريج، يتخرج من جامعة الرباط ونحييه في القانون. فيعني ده اذا لقى نفس المنوال ده ومشى بنفس ولقى تدريب ولقى اهتمام كان حسه كان شفنا في طوكيو وكذا وكذا. نعم. لكن احنا ما نحزن، يعني في فرص جايه ان شاء الله، ولازم احنا نغتنم هذه الفرص. وافيدك كمان يعني عندنا انا قبلي تواصل مع كريم نظمي، تلك كريم نظمي ده هو ابني ليلى مراد، هو طبيب الآن في الولايات المتحدة، وأبو طبعا نظمي ده أكبر جراح بتاع قلبي في أمريكا. ففي خامات في الكاراتيه يعني متوازية بالجانب الأكاديمي. الكلام ده بقوله ليه؟ لأنه عندنا خامات أكاديمية متفوقين، يعني أولياء الأمور ما يخافوا إنه ممكن الرياضة تبعد الود بالعكس، هي بالعكس بتضيف يعني ذكاء أكثر وفرصة للتأمل أكثر ومساحات عقلية أكبر وأكبر. دكتور والله نحن شاكرين جدا للمساحة، وما تنسى تأخذ معك وايل وانت ماشي. لا انت زادك خليك جاهز. لا أنا ما بحب الغتال معي يا برتغالي. لا لا ما لي دعوة بكل التفاصيل دي، أنا حكون مشجع إن شاء الله. والله أنا سعيد يا بالجلسة دي، وإن شاء الله يعني المرة الجاية نجيكم نجيب لكم معنا أطفال صغار كده يحكوا لكم عن تجاربهم. نعم. في إسبانيا وفي اليونان وفي كده وكده. إن شاء الله كامل التوفيق. شكرا جزيلا. كامل التوفيق وإن شاء الله نشوف كل شبابنا وكل أولادنا دائما متقدمين في العالم ورابعين على السودان عالي بتفوقهم وبأدائهم إن شاء الله، أكيد يعني بمساعدة الأسر ابتداء وبمساعدة الاتحادات والحكومات إن شاء الله حنكون دائما في المقدمة. وزي ما ذكر الدكتور الجاي أجمل وأحلى. نحن متواصلين معكم لكن حنطلع حنشوف بروفايل وحنجي راجعين أكيد من تاني.